وهذا سائل يقول: هل يجوز التحذير من المناهج الجديدة المنحرفة؟ يا إخوان، المناهج الجديدة والمناهج القديمة المنهج واحد، ما فيه مناهج في الإسلام. الإسلام منهج واحد وصراط واحد، ما فيه عدة مناهج أو عدة طرق، إنما هذا عند أهل الضلال. النبي والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المنهج الواحد. الإسلام ما فيه مناهج، فيه منهج واحد، منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.